احنا لن نكون في موقع القامعين للمظاهرات، وانما المتبنين لمطالبهم السلمية، واحنا الوحيدين اللي انبرينا الى الدفاع عنهم بقوة، واحنا اللي دخلنا مع الامم المتحدة واجمعناهم مع الامم المتحدة ومع رئيس الجمهورية، وراح اجمعهم مع رئيس الوزراء ايضا حتى يسمع منهم، لان هم جريئين واصحاب حق واصحاب مصلحة في طرح هذه الامور. فأنا راح أجمعهم مع رئيس الوزراء أيضا للتكلم، المتظاهرين حقيقيين مو الممثلين، وبالتأكيد احنا معاهم قلبا وقالبا في مطالبهم السلمية والنظامية والقانونية. احنا ما نريد الآن العراق بعد أن أصاب ما أصاب من مشاكل أن يتعرض إلى هزة جديدة وتتلاشى الأمور وتنتهي. وتعرفون أنتم كلكم تعرفون كل الزين أنه هناك بالعراق مشاكل عويصة، مشاكل مالية، مشاكل التهميش والإقصاء والفساد وإلى آخره، ومشاكل الهيمنة الأجنبية على مقدرات العراق. فما نريد في هذه المرحلة لا يصير صدام بين العراقيين أنفسهم من ناحية، ولا أيضا استهتار بحق المتظاهرين من ناحية أخرى، ولا استباق الأحداث والطلب من الحكومة أن تطلع بهذه الطريقة. لهذا احنا أصرينا أن تكون القضية دستورية وقانونية ونظامية بالرغم من تحفظنا على الدستور. وأنا طرحت في اجتماع القيادات أن هذا الدستور ما عاد يليق بالعراق ولا يليق بالشعب العراقي، وطلبت أنه تشكل لجنة لإعادة النظر بهذا الدستور، وطلبت من نقابة المحامين ونقيب المحامين توفير بعض القانونيين الأخصائيين في القانون الدستوري لكي يساهموا في إعداد مذكرة حول بعض فقرات الدستور اللي ينبغي معالجتها.